اعتمد الاجتماع الثالث للجنة الوزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم بالعاصمة العمانية مسقط عددا من المقترحات المقدمة من وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، بدءا بتكليف وزارة التربية والتعليم بوضع الأنظمة واللوائح المعززة للاستخدام الآمن للتكنولوجيا في التعليم ورفع تقارير إلى اللجنة بشأن جهود دول المجلس لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للاستفادة من الممارسات المتميزة في هذا المجال وإضافة الأنشطة الطلابية إلى الإطار العام لتعزيز العمل التطوعي الخاص بالمناهج وتضمين التوعية بالمؤثرات العقلية إلى الجهود التوعوية المبذولة في الميدان التعليمي بشأن المخدرات والتبغ والتدخين الإلكتروني. كان الاجتماع قد بدأ بكلمة لسعادة الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني لوزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان والتي رحبت بالسادة الوزراء وأعضاء الوفود المشاركة. أكدت أن لجنة وزراء التربية والتعليم قد حققت نتائج طيبة على صعيد تعزيز التعاون والتكامل الخليجي وحرصت بصورة دائمة على أن تكون محاور نقاشها متسقة مع متطلبات التنمية في دولنا الشقيقة. ثم ألقى معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أكد فيها أهمية هذا الاجتماع الدوري الذي يهدف إلى الارتقاء بمسيرة التعليمية الخليجية من خلال فتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية. تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث تم التأكيد على ضرورة تبادل التجارب الناجحة في مجال التوعية بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتبغ والتدخين الإلكتروني. كما تقرر أن تتضمن المناهج موضوعات تتعلق بأمن المعلومات وتكليف مكتب التربية العربي لدول الخليج بتوثيق أفضل الممارسات الخليجية في هذا المجال. لله الحمد، كان اليوم اجتماعا مثمرا تم مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تهتم بالمراحل التعليمية المختلفة، ومن ذلك أيضا تعزيز العمل التطوعي والمحافظة على أيضا أمن المعلومات في ضوء التوسع في استخدام المنظومات الإلكترونية في التعليم. مملكة البحرين ولله الحمد قطعت شوطا كبيرا في العديد من المجالات، وعلى سبيل المثال وليس الحصر العمل التطوعي، فوزارة التربية والتعليم منذ السنوات تنفذ مساق خدمة المجتمع والذي يهدف إلى أن يقوم الطلبة والطالبات بأعمال تطوعية تحسب لهم ضمن هذا المساق حتى يستطيعون إنهاء متطلبات المرحلة الثانوية بنجاح.